مرحبا. اهلين كمال، تفضل تغدى معنا. تسلم عمو، انا سبقتكم الحقيقه ماني قدران. اقعد اقعد بدي احكي معك كلمتين. خليكي قاعده لا تقولي. لا معلش، حجيب كرسي، حجيب لك صحن نظيف. شكرا. مرني، بس بدي افهم، ليش السريه والتعتيم لمحل عبير؟ يا اخي لا سريه ولا تعتيم. كل الموضوع انه اخذناها لعند عمتي تجرب القعده عندها، اذا انبسطوا وتفاهموا مع بعض بتضل، وان ما قدروا يتفاهموا مع بعض منرجع. لوين بدك ترجعها؟ لهون. لوين؟ طول بالك، بجوز الامور تمشي وما نضطر لا رجعه وما نضطر لكل هالقصه. امور شو؟ امور عبير مع عمتي. طب ليش ما عم تخليني اشوفها؟ لك يا روحي، هلا اذا رحت تشوفها رح تشوفك بتتعلق فيك، تصير بدها ترجع معك، اصلا هي ما بتعرف حدا غيرك بهالدنيا. اذا ما انا مرتاحه خليها تجي، ما عندي مانع. طب وشو بنكون استفدنا نحن هيك بهالعمليه؟ كل شغلنا بيكون راح على الفاضي. طول بالك شوي. المهم كيف دراستك؟ ماشي الحال. بس بتصير منيحة إذا اطمنت على عبير. اطمن، عندي عبير. المهم إذا لزمك شي مساعدة، إسا معلوماتي طازة من أيام البكالوريا، بفيدك. ها كمان شو رأيك أنت بدرسه العربي وأنا بدرسه فلسفة؟ خلص مثل ما بدك، بدرسه عربي فلسفة، المهم ندرسه. ليش أنت مالك شاطر بالعربي؟ بلا ماما، بس كمان كان شاعر الجامعة وشاطر بالعربي. ولساتني شاعر، بس الحقيقة ما حدا شاعر فيني. كيف صرتي هلا؟ لسه في دوخ. عم ترتاحي حبيت؟ اخذت الصبح. رح نزيد الضغط ونشوف. في لزوم نطلع لفوق؟ لا لا خلينا نقول. هاتي. ما بيمشي الضغط طالع اكثر من الصبح. انت متاكده انك عم تاخذي الحبه؟ طبعا. ممكن اشوف الدواء اللي عم تاخذيه؟ تفضل. قديش طلع الضغط؟ مو كثير، بس كان لازم ينزل ولو درجه. بس هيك عم بتخوفني. ظاهر انك حساسه وبتفكري كثير وحامله هموم الدنيا. لساتك صغيرة والحياة قدامك، لا تكلي هم ولا تفكر كتير. ما في شي بهالحياة بيستاهل انه نزعل. كل شي بهالحياة بيزعل. لا 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 تفكري هيك. هذا الدواء؟ ايه هذا هو. مظبوط. ليش جايبه من هاد؟ في مثله بالضبط وارخص بكتير، صنع شركة تانية. ارخص؟
الليله بتاخذي حبه ثانيه وهذا دواء كل 6 ساعات حبه بترتاحي، ما في شغل متعب ولا زعل ولا تفكير بامور محزنه، وبكره برجع بشوفك. يسلموا يا عروس. لا انت مالك قهوه، من اليوم ورايح ممنوع شرب القهوه، ما بتسوى ابدا بتجانك ولا حتى فنجان. الافضل ولا فنجان، الاقل لبين ما نزين الضغط ونشوف. خلوك تفوت الدنيا الصبح والموظفين عم يدخلوا، دخلت معي ما حدا حكى معي. وين عبير؟ ليش ما جبتها معك؟ ما عم تشوفها؟ ابدا، من يومين اجت بدها تشتغل وما خليتها، اعطيتها مصاري وراحت. لوين راحت؟ لعند عمتها. مين عمتها؟ مالها عمي؟ ما بعرف، هي هيك قالت. شوف بسام اكيد بيعرف، والتاني ما عم شوفه. بتعرف بيته؟ بعرفه بحارتنا. شوف عبير، اذا بدها مصاري بخلي ابي يعطيها. لو بدها مصاري كانت اجت اشتغلت. لوين رايح؟ عالشغل. ما بدك تروح المدرسة؟ لوقتها منشوف. الشهر الجاي؟ ما بعرف بخاطره. لك عاد شوي. هلا بشوفوني بقلعوني. طيب اذا شفت عبير خليها تجي. ايه اذا. شوفه. ايه روحي روحي وين ما بدك، انا شو دخلني؟ ليش عم تسأليني؟ انا مالي مسؤولة عنك. مبسوطة معها؟ أنا بحبها بس هي ما بتحبني. عم تضربك؟ لا شو تضربني؟ طيب ما بدك ترجع على المدرسة؟ لا. ليش؟ بدي يقتل أنور. ليش؟ لأنه قتل جدي. كيف بدك تقتليه؟ ما بعرف عبير، إذا بدك أنا بساعدك. كيف؟
ندخل لعنده على البيت بالليل نضربه على راسه بحجر كبير بيموت. هلا مسافر بس يرجع. طيب انا رايح اشتغل وبس ارجع خبريني اذا بدك بساعدك. خليكي هون بتسلى معك. يلا مرحبا بسام. اهلين شو راجع بكير؟ وين وعد؟ خير ناديلة زبطريت. وعد يا وعد شو بدك؟ اهلين كمان كيفك وعد؟ تمام البسي بنروح مشوار انا وياك. رايحين لعند عبير؟ لا رايحين عند مكتب واحد محامي كبير قبل انك تتدربي عنده بالمكتب. كمال انا قلت لك بدي اتوظف ما بدي مكتب لاتمرن. يا وعد هاي فرصة ما بتتكرر ما بتصير كل يوم. ما بدي بدي اتوظف. حسبي الله احكي لك كلمة. خلاص روحي اختي روحي بركي الله بيفتحها بوشك بتصير محامية. وهذا البيت مين بده يصرف عليه؟ هلا دخيلك تضايقنا سنتين بيصيروا أربعة. يا وعد ما حدا بيموت من الجوع روحي. خلاص وعد خلاص تضايقنا من بيع السيارة. لك وانت ومستقبلك. هلا انتو اثنين كل واحد فيكم بده يضحي مشان التاني اخر شيء انتو اثنين بتكون تاكلوا هوا. روحي ولا تهتمي. خلاص انا بدرس شوي بشتغل شوي بيمشي الحال. يلا روحي شو ناطره. ما تزعلي ولا اقول لك زعلي مني انا بستاهل. احكي شوفي لما فسدت على رامي دليت ابو علي اخذت اجرتي منه 1000 ليره. مو حرام عليه؟ لما دعسته السياره رميت 1000 ليره بالارض. يعني ما اخذتها؟ من يومها كرهت الشغل وكرهت المصاري وبدي ارجع على المدرسه وما لي عارفان شو بدي اسوي. طيب امك شو عم تحكي؟ امي مسكينه ما بتقدر تقول شيء. طيب قوم شوف رامي بركت عم بيساعدها. استني شوي بدي يطلع موظفين من الندخل. هلا بيكونوا طلعوا امشي. جيت قبل وقتي ما قلت كل ما تأخرنا كل ما ازدادت الخسائر. أهلا وسهلا. شبك يا الآني؟ ما في شيء خير. والله يا ست هند حسبت حسابي وحسبت قديش بدي ادفع تسطيح المعمل لقيت الحسبة خسران. بلا مقدمات احكي شو بدك. بلا مقدمات ما بقدر بدفع لك 1,000,000 ليرة حقك 850,000 ليرة وبس. ماشي الحال موافقة. طيب بعد كم يوم رح أعمل لك المبلغ وبخبرك منروح لعند المحامي. مثل ما بدك. عن إذنك رح أرجع لك بأسرع وقت. لو سمحت الملازم أول كمال مو موجود؟ طيب شكرا. أنت بسام؟ إيه بدي أحكي معك كلمتين. تعال معي شوي. لوين؟ هون على الزاوية الحامي.
فيه. عبير وينها يا بسام؟ شو بقى عبير؟ انا عم بسأل وينها. يا وانت شو دخلت؟ بيقول لك الطير الايد اللي عهد فيها شاكر بدي اقطع لك اياها. قالوا للطير عبير بخير ونحن مأمنين عليه عند عمته للضابط كمال. كذاب، البنت بالشارع عم تمسح سيارات. مستحيل، الطير بعينه شافها. وهالمرة عم نبهك، مرت الجاية هو بيجيب نفسه. عبير وراها رجال، وبيقول لك لولا شاكر ما وصى فيك من زمان ركب لك جناح. دير بالك حالك. وين صار لي؟ ايه عندك تليفون؟ فيه بس ما بعرف قديش الرقم. طيب قولي لي لعندك، خليني اجي اعيش معكم. بتترك امك؟ بجيب امي معي. اخي رجع لي امي او جدي وتعود مكاني. ليش بدك تضلي عايشه هون على طول؟ لا. وين عندك تروحي؟ يمكن ارجع على بيت جدي. بتعدي لحالك؟ اخي ما بعرف، بكره مثل عند الاشاره ونحكي. بدك ترجع على الشغل؟ ما بعرف شو بدي اعمل، روح هلا. رح استناكي ساعة بركي قلعتك. إذا قلعتني بروح على بيت بسام. بستناكي ببيت بسام. روح هلا، بعرف روح لحالي. وين كنتي لهلا؟ من الصبح للمساء؟ كنت مع نزار للدور وبعدين رحت لعند رامي على المستشفى. عز الأرواح من زن. ومين هدول نزار ورامي؟ رفقاتي. رفقاتك؟ رفقاتك مين؟ ولاد شوارع؟ ليش عم تعيط علي؟ مو انت قلتي انه مالك مسؤولة عني؟ اللي بدها تقعد بهالبيت لازم تنفذ نظامه. وين أكلتي؟ بالشارع، أكلت سندويشي. حضرتك اكلتي وانا قاعده من الصبح للمساء بلا اكل. ليش ما قلت لي انه ما عندك اكل؟ كنت جبت لك معي. انت فعلا بنت وقحه. لسه بدك مني شيء؟ وين رايحه؟ على غرفتي دينام. اللي بده يقعد هون بده يتقيد بنظام البيت. طلعه برات البيت وحدك بس. لو شفتي اليوم كيف قضيته بلاكي ما كنتي حكيتي هيك. انزلي على المطبخ وشوفي الاكل كيف على الطاوله. ما قدرت ذوق ولا لقمه لانك مانك هون. عبير، عبير انا بحبك وما بقدر استغني عنك. لا ما بدي اياك تحبيني. ليش؟ انتي ما بتحبيني؟ لاني بحبك ما بدي اياك تحبيني. كل اللي بحبوني بيروحوا بيتركوني، ما بدي اياك تتركيني. طيب شو رأيك نتراهن أنا وياك سوا ونشوف مين بحب التاني أكتر؟ أنا بوعدك إنه بعمري ما رح أتركك. شوفي شوفي شو جبت لي. أنا ما بدي منك شي، أنت ما معك مصاري وأنا عندي كتير. عشان هيك اشتريتي لي دواء منك؟ جدي كان عاطيني شوية مصاري. وبدك تصرفيهم علي؟ أنا بقدر بشتغل باليوم 200 ليرة. تشتغلي مشاني؟ بمسح سيارات. يا حبيبة قلبي، من هلأ ورايح ما عاد في شغل، واللي بدك اياه طلبيه مني.
أنا خلص بعت المعمل وصار معي مصاري كتير. لا لا تبيعي المعمل. طيب وأنت شو بيهمك إذا بعته ولا لا؟ لا تعملي شي ما بدك يا، ولا تخلي حدا ياخد منك شي ما بدك تعطيه. عمتي لا تبيعي المعمل. عمتي أحلى كلمة بسمعها بحياتي. تعالي تعالي يا خدي هدول، خدي البسيهم وورجيني اياهم، وخلي بكرة لبكرة. مساء الخير، وين عبير؟ شو هالسؤال السخيف هاد؟ عم بسألك وين عبير؟ هلا هدي حالك وفهمني شو القصة. بالأول جاوبني وين عبير؟ عند عمتي. مو صحيح هالحكي. شو يعني عم تكذبني؟ عبير بالشارع عم تمسح سيارات. أنا حكيت مع عمتي أول امبارح، قالت لي البنت موجودة عندها بالبيت. واليوم إجا واحد قال لي إنه هو شافها بالشارع عم تمسح سيارات. أكيد عم يكذب. اللي قال لي مستحيل يكذب. شو قصدك يعني أنا الكذاب أستاذ بسام؟ طيب خلينا نروح نشوفها. هلا بالليل بدك تروح تشوفها؟ بالليل بالنهار وهو اطمن. هلا أنت هدي حالك وطول بالك لبكرة الصبح وبنروح نحن بنطمن عليها. الصبح؟ بدي استنى للصبح؟ طيب قل لي شو قال لك؟ قال لي إنه هو اليوم بعينه شاف عبير على الإشارة عم تمسح سيارات. طيب هدي حالك، هدي حالك، بجوز كل شيء وارد، لأنه أنا اليوم ما بعرف عنها أي شيء. طيب معقول تكون هربت؟ يا أخي بجوز كل شيء وارد، عم قلها ممكن تكون هربت، ممكن تكون راحت مشوار ورجعت لعند عمتي. طيب إذا هربت وين بدها تروح؟ مفروض تجي لعنا. هلا اهدوا خلونا نفكر بعقل، بجوز يكون هذا الخبر صح وبجوز يكون غلط. مستحيل يكون غلط. طيب طولوا بالكم شوي، راح اعملكم فنجان قهوه ونفكر سوا. هلا اهم شيء انت هدي حالك لحتى نعرف نعالج القصه، وبكره بنتاكد اذا كانت هربانه. انا بوعدك خلال ساعتين بجيب لك اياها. منيح. شو هدول؟ مين كانوا؟ شنطتك. منين هدول يا عبير؟ جدي. يا جدي. هلا لا تبكي، اقلي لي منين هدول المصاري؟ هدول مصري يا جدي، حط لي اياهم بالشنطة قبل ما يموت بيوم، وعطاني الشنطة وقال لي ديري بالك عليها. انتي متأكدة انه هدول من جدك؟ جدي كان معه مصاري كتير، فرجاني اياهم لما كنت عنده، ولما قتلوه قالت الشرطة انه انسرقوا. يعني هدول اليك مو سرقة؟ عطاني اياهم جدي. يلا قومي معي. معقول لهلا بيناموا الناس؟ خير لك، شو القصة؟ بدي روح معك نشوف عبير. يا فتاح يا رزاق يا عليم، لك عمتي بتكون لساتها نايمة، وين بدك تروح معي؟ خلص أنا هلا بروح على الشغل، وبعد شوي بطلع بتطمن عنا وبرجع. إيه، وأنا شو بعمل؟ أنت الحقني على الشغل الساعة 12، وبطمنك شو صار معي. أنا بدي استنى للظهر؟ طيب مو مشكلة، أنا بقدر أعرف وسائلي الخاصة. أنت متأكدة إنه هدول إليك؟ هدول أكثر من 3 ملايين؟ شو بدك تعملي فيهم؟ ما بعرف. أنا رأيي حط لك إياهم بالبنك، وبس تكبري بتلاقيهم قدامك. شو رأيك؟ كمان ما بعرف. طيب إذا أعطيتك إياهم شو بتعملي فيهم؟ أول شي بنشتري المعمل إليك، وبخلي بسام يكمل دراسته، وبرجع نزار على مدرسته وبس. يا حبيبتي، وانت ما بدك شي لحالك؟ انا ما بدي غير اقتل انوار، لانه حرمني جدي وامي. بلا الحقد يا عبير، انا امك وجدك واهلك، وانت الدنيا كلها بالنسبه لي.
يا حرام يا جدي، ضل طول عمره يجمع هالمصاري بالأخير عطاني اياهم. معناتها قديش كان يحبك. انت بتنحبي يا عبير. بتعرفي انا رح اعمل لك كل شي بدك اياه، رح اشتري لك المعمل وعلم بسام ورجع نزار على مدرسته. وقتل انوار. لا لا يا عبير، انا بدي منك طلب توعديني انك تعملي. بوعدك. بدي اياكي ما تجيبي سيرة القتل على لسانك، ولا تجيبي سيرة المصاري قدام حدا مين ما كان يكون. بوعدك. اكيد راحت لعند عمتها. وصلتها بايدي. بتعرف البيت؟ بعرفه. طلع دلني عليه. جاب عالدور ناخذك لعندها هلا. لسه ما اشتغلت برش واحد. انت ليه انت بخضل بهالشغله هاي؟ لا تفتح المدارس. ما بقي لها شيء لتفتح. يا دوب تروح تحضر حالك لحتى يقتنع ابي ويبطل يسكر. طيب اذا بدك اي مساعده بتعرف وين تلاقيني. ماشي، رجع بعد ساعتين ناخذك لعند عبي. اذا ما رجعت تكون عرفت البيت لحالي. خبرك. مرحبا ابو. كيفك؟ شو هالتطورات هاي؟ تعلمتك وصيحة. عمتي يا عمتي، ايش كمان؟ عاش مين شافك؟ عمتي انا وعدتك باربعة اسبوع وهي على وقتنا ما رجعتي. اشتقنا لك. وانا مشتاق كثير كمان. كيف وعدوا بسام؟ اشتاقوا لك كثير وحبيت يشوفوكي. كمان خدها معك، انا مليت. مليتي؟ ايه، وهي انا عم بحكي قدامها. البنت منيحه وشغيله ونظيفه، بس هي مسؤوليه وانا ما لي قد المسؤوليه. ايه شو يعني؟ خدها معك. امبارح عذبتني كثير، طلعت من الصبح ما رجعت للمساء وخلتني طول النهار على اعصابي. ايه وليش لحتى اصلا تخليها تطلع برات البيت لحالها؟ ايه انا ما بقدر امنعها، ما عندي اي سلطه عليها. الك سلطه ونص، انت مسؤوله عنها. ساوي لك قهوه؟ لا تساوي لي شيء، كتر الف خيرك. عمتي شو بتضيفي؟ ولا شيء، ما بيستاهل. ما بيستاهل. ولك بيستاهل. بيستاهل لو طلب عيوني بعطيه هون. على القليله جابك لعندي وانت اكبر هديه. شيء حلو. يعني هلا انتوا اتفقتوا وانا طلعت برا؟ يعني مو برا كتير. لك احسن شيء عملته بحياتك انك جبت عبير لعندي. اذا هيك معناها عن اذنك، لانه شايف حتى كلمه عمتي اخذتها مني. كمان خليك شوي. بدي روح طمن بسام، مشغول باله عليكي. جيبه لهون بدي شوفه. يا سلام كملت. تمام. مصريات جدي. عبير حبيبتي، مصريات جدك نحن اخذناهم من راتب، بس نحن هلا ما بنقدر نعطيك اياهم لانه هدول من حق الورثه الشرعيين، وانت يا عبير لهلا مالك اي صفه شرعيه. طب والبيت؟ والبيت نفس الشيء. في غراض جوا. ايه جدي شراني اياهم، بس نحن ما بنقدر نثبت هذا الشيء. عبير ما بدنا منهم شيء، اللي بدك اياه بجيب لك اياه مهما كان يكون. نيالك يا عبير، هي قدرتي تكسبي محبة عمتي. باي. والله نقشت معك يا ابو النور. على كوريا؟ لك شو في كوريا؟ لك اخ يا زمان، لما بدك تعطي قديش بتعطي؟ أول جريمة كسب فيها حب والعفاف، ولك تاني جريمة كسب ملايين ونفد بجلده. لك دياب أمرك معلم. البنت اللي سألتك عنها عبير شو بها؟ وينها؟ ما بعرف. ما قلت لي بتعرف؟ هلأ معلم ما بعرف، بس إذا بدك أعرف بعرف. وكيف بدك تعرف؟ عن طريق بسام. بدك تنكشتيها من تحت الأرض. بدي اعرف كل شيء عنه، مفهوم؟ مفهوم معلم. بتترك كل شغلك هلا وبتهتم بالشيء اللي قلت لك عليه. حاضر معلم. شوف شغلك. يلا. عبير عبورك. عبير انت بعدك هون؟ طلعي بسرعه، بس اوعيكي مشان ننزل على السوق ونشتري شويه اغراض. عمتي المدرسه رح تبلش وانا لهلا ما بعرف شو بدي اعمل. انت باي صف؟ بالخامس. ترجعي على مدرستك؟ بعيدة كتير. بنقلك لمدرسة قريبة. ايمت؟ اليوم بكرة، انت ما بدك.
ونزار. مين نزار؟ يو سيتي. بتعرفي بيته؟ لا. مو مشكلة، نسأل عنه ونروح لعند أبوه ونحكي له. وبس أنا قلت لكمال يبعت وراه مشان نشوفه. شو بدك تعملي له؟ اللي بده إياه مشان يكمل تعليمه. يو لكم تصلي بكمال. وانتي يلا طلعي بسي أوعيك مشان ننزل على السوق. يلا بسرعة. يسعدني الصباح، المصاري صاروا جاهزين، تاخذيهم هلا ولا بعد توقيع العقد؟ لا بعد ما وقع العقد احسن. لكن المسا نلتقي عند المحامي، انا قلت له جهز لعقد. انتي حمتي شوفي تعالي لي. شوفي لا تروحي عند المحامي تبعه. محامي تبعه ليش؟ جدي شاكر قال لي اذا بدي شيء من المحامي عطاني على الكلت وقري روحي لعنده. هاي كرت المحامي تبعي، بلاقيك عنده اليوم المساء. محامي؟ بس أنا خبرت المحامي تبعي وجهز العقود. شو بتفرق معك؟ كله محامي. وشو بدي أقول للمحامي تبعي؟ اعتذر منه، بس يا ريت تسجل اسم المحامي عندك وأعطيني الكرت لأنه ما عندي غيره. إيه؟ مثل ما بدك، رح نعتذر منه. شو هذا الرقم؟ رقم المحامي 8. ثمانية. تفضلي. مثل ما قلتي كله محامين خاطرك. مع السلامة. جاهزة للتوقيع، تفضلي مدام وقع. على شو بدي وقع؟ على بيع حصتك بالمعمل. أنت عندك فكرة عن شروط البيع؟ لا أبداً. السيد إحسان خبرني إنه بدك تبيعي حصتك وأنا جهزت العقود على الأساس. وهذا شيء اتفقنا عليه أنا وياكي بالأول. على شو اتفقنا؟ اتفقنا على إنه تبيعيني حصتك. لا مو صحيح. إلا للمحامي على شو اتفقنا؟ نحن قدرنا قيمة المعمل بمليونين ليرة، حصتي منه 1,150,000، واللي بده يشتري يشتري، واشترطنا انه يكون البيع بيناتنا وما يدخل حدا غريب. يعني إذا بعتك
رح تدفع لي 850 ألف ليرة هلأ وفورا؟ بالضبط، وأنا جاهز. وإذا بدي اشتري لازم ادفع لك 1,150,000 هلأ وفورا. يا عيني عليكي، تمام، 1,150,000 لازم تدفعي. اشتريت. نعم، شو عم تقولي؟ أنا اشتريت والمبلغ جاهز. بس نحن مو هيك اتفقنا. هذا اللي اتفقنا عليه، وانت اللي حطيت السعر والشروط. انت منين جبتي المصاري؟ بعت حصتي من ورثة أهلي لأخي بحلب. أنا ما بقبل، أنا بدي 1,500,000. ما بيجوز يا سيد حسام، أنت اللي حطيت شروط العقد. وهي اللي طلبت زيادة بالأول. أنت ما وافقت؟ هلا أنا موافق، أنا مستعد أدفع لك 1,000,000 حصتك مثل ما طلبتي. أنا اللي مستعد أدفع لك 1,500,000، شو قلت؟ معك. أنا رح أدفع لك هلا مبلغ، والباقي بعد شهرين. لا، بدي إياهم هلا، أو بعطيكي حصتك هلا. ما عندي مانع، أنا اشتريت. ممكن تعمل العقود أستاذ؟ حاضر. شو قلت؟ فرجيني المصاري. ذكرى. تفضل هذا الأستاذ. خذ ابني، خذ اللي عند السكرتيرة، خليها تعدون على العدادة لبين ما أكتب العقود. إذا ناقصين ليرة واحدة ما بقبلها. خدعتيني. انت اللي كنت بدك تخدعني. بس انا اعطيتك حقك. وانا اعطيتك حقك ونص. السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا. تفضل تفضل على المحل. لا لا لا، انت كمل شغلك، انا رح بقعد هون. طيب بقى عم نزلك لحظه واحده بتفرج لك ان شاء الله. مصاري ناقصة 5,000 ليرة. كذاب، هو خدم حطه بجيبته. خلاصي وليه؟ ما بقبل مبلغ ناقص. ابنك أخذ المصاري. مرت عمي أنا مالي حرامي. ليك قديش معي؟ طول بالك يا ابني، طول بالك. أخي 5,000 ليرة مو مشكلة، بدفع لك إياهم بعدين. قلت إذا المبلغ ناقص ليرة ما بقبل، أنا معي كامل المبلغ. تبيعي؟ تفضل وقع هلا وبتاخذ مبلغ كامل. هلا أنت معها ولا معي؟ أنا لا معك ولا معها، بس بدي حل المشكلة. ما في مشكلة. هي 5,000 ليرة، بعتقد المبلغ صار جاهز. شرف وقع. شرف سي، هي حقك وصلة، وقع. أمري لله، أنا اللي جنيت على حالي. قول مبروك. مو طالعة من قلبي. تفضلي، هي مفتاح المكتب والمستودع. عوضنا على الله بشقى أخونا. امشي يا أمي، امشي امشي. تفضلي وقع العقد لنسجله بالسجل الصناعي والعقاري. قبل ما تسجله بدي اياك تكتب 3/4 المعمل باسم عبير. مين عبير؟ صاحبة المعمل الحقيقية. بتكتب ربع باسمي و3/4 باسم عبير، وراح اعمل لك توكيل لتصير محامي الشركة الدائم. انا تحت امرك، بس اعطيني اسم عبير بالكامل. عبير بن جابر زيزفون. استاذ اذا مشغول برجع مره ثانيه. لحظه صغيره وهلا اتفرغ لك. شكرا لك على المساعده. المبلغ راح يعطيك اياه الاستاذ، وانا ببعث له اياه مع الاتعاب. ولو مدام ما في محرز. مبروك المعمل. شكرا لك، وان شاء الله نتقابل مره ثانيه. ان شاء الله. انا بعرفك، انت جار جدي شاكر. وانا كمان بعرفك. ديري بالك على حالك وعلى المعمل. مبروك المعمل عليك. شكرا لك مرة ثانية. يا أهلا وسهلا، مع السلامة. أنا آسف، أمرني. أنت هلا صرت مسؤول عن البنت قانونيا، وكل شي بتطلبه منك بتساوي لها.
كاني انا عم بطلبه، واذا في شيء ما قدرت تنفذه اتصل فيي وانا جاهز. انا تحت امرك وراح احطه بعيوني، بس ممكن اسالك سؤال؟ يا ماجد لا تسال كثير. مو هي قرايبه شاكر؟ قلت لك لا تسال كثير. يا سيدي عمتي مكيفه عليها ومبسوطه فيها كثير وما عاد تقدر تستغني عنها. ما بصدق هالحكي لا اسمعه بإذني. وبدها تشوفك كمان عمتي. ها تشوفني إلي؟ شو بدها مني خير؟ عبير حكت لها عنك، صارت متشوقه تتعرف عليك. طيب قوم نروح نشوف عبير ونطمن عليها. هلا تاخر الوقت، خلص اجله ولا بكره. ماشي. تشرب شاي؟ لا لا اعملي لنا عشا فرد مره. لحظه لا تقومي، انا عندي اقتراح. شو رايكم نطلع نتعشى برا؟ انا عندي درس. يا لطيف شو معت، لاحق على الدرس. نطلع نتعشى وبعدين بترجع بتدرس. شو بدك تعشى لنا؟ يعني هيك شيء اكله معتبره، فلافل. دخيل على الدرس. قوم عمتي. ليش بدك تسجلي 3 ارباع المعمل باسمي؟ لانك انت دافع حقه. حق نصه. ولسه بدك تدفعي حق المكنات الجديده وتصليح المعمل. بكفوا المصاري وبزيد. يلا قومي نامي. خليني قاعدة معي. بدي نام. نامي. إذا ضليتي قاعدة ما رح أقدر نام. هلا بتقدري تنامي. فعلا هلا بقدر نام. عمتي اخذتها مني. شو بدي نادي لها؟ سمعت كمان عم يقول عمتي. قلت لها عمتي. انيالك على العمي. شو عبير مبسوطة هون؟ لا تاكل همي. والمدرسة شو بدك تعملي مشانها؟ عمتي رح تنقلني على مدرسة قريبة، بس ما بعرف كيف بدي اجيب ورائي منها. لكن لي فكر، انا بجيب لك ورائك. شو كان اسم مدرستك القديمة؟ الخنساء. لحظة، كنت بالصف الرابع ونجحت على الخامس. الخنساء. اسمك بالكامل؟ عبير جابر زيزفون. عبير جابر زيزفون. مين كان ولي أمرك؟ القاتل. ماشي، بتحضري لي حالك لحتى تداومي بالمدرسة الجديدة. عبورة، لبين ما تفتح المدرسة شو رأيك تشتغلي عندك اليوم؟ واترك عمتي الحالة. يسلموا. يسلموا ايديك. كنت عم بعزم عبير تجي لعنا كمان. شو عبير؟ بدك تروحي؟ قلت لها ما بقدر اتركك لحالك. وعمتي كمان ما بقى تقدر تستغني عنك. عبير بالنسبة إلي مثل الهواء والمي. ماما شو قال الدكتور؟ أبوك تعبان وبده مستشفى. شو يعني؟ قال جيبوا هالدواء بلكي بيتحسن عليه. معك مصاري؟ منين؟ يا دوب دفعت أجرة الدكتور. طيب أنا من وين بجي؟ ماما نزار أنا بعرف إنه معك مصاري. ماما دول مصريات المدرسة. ادفع منهم هلا وبعدين بيفرجها الله. والمدرسة؟ أنا رح أصلح الماكينة وأشتغل عليها. طيب أنا رح أرجع أشتغل وأشوف آخرتها معكم.